تمام. احنا كنا في بدايه الحلقه كنا اتكلمنا عن بيج رامي، وقلنا طبعا انه انجاز كبير، وكان كان صعب، وكان في كواليس كتيره في البطوله وتفاصيل كتيره في البطوله. الحقيقه كان لازم يكون معانا الاستاذ اسلام كرطام مؤسس فريق كوسكواد. اهلا بك يا استاذ اسلام. اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم. اهلا بحضرتك. طبعا الحمد لله على السلامه. حضرتك كنت مع بيج رامي في البطوله دي وحضرتها يعني يوم بيوم بل لحظه بلحظه، والحقيقه البطوله دي كانت صعبه يا استاذ اسلام، يعني بطوله كانت الحقيقه السنه دي اصعب السنه اللي فاتت. حضرتك شايف ده وعلى ارض الواقع كان الموضوع ازاي بالظبط؟ البطوله الحقيقه كانت صعبه جدا، وكان فيها لعيبه جدد اول مره نشوفهم على مسرح اولمبيا، فكانت بالنسبه لنا يعني اول مره نشوفهم على المسرح مع بيج رامي، فكان طبعا في رهبه في الستيج. والبطوله اللي فاتت يعني اتحسمت في الجوله الاولانيه اللي هي اللي بتسميها البي جادلي، انما المره دي ما كانتش محسومه غير في الفاينل، فعشان كده كنا كلنا على اعصابنا لحد اخر لحظه يعني. طب الحمد لله. طب الحمد لله والف مبروك طبعا، وكوسكواد طبعا بيج رامي احد افراده. وخليني اسال حضرتك يمكن موضوع التحكيم السري، ناس كتير ما تعرفش ايه اللي اهتم وليه رحنا لتحكيم سري في النهائيات، يعني ايه السبب، ايه اللي حصل؟ لا هو طبيعي ان بيبقى فيه تحكيمين، تحكيم بيسميه فري جادجنج اللي هو احنا بنسميه تحكيم السري، وبعدين بيبقى فيه الفاينل. احنا ما بنسمعش قوي عن الفري جادجنج قبل كده لانه كنا بنبقى متوقعين النتائج، انما هو بيقف على الستيج بيتم تقييمه مرتين. نعم. في كل اولمبيا يعني ما فيش حاجه جدت المره. وخليني اقول لك برضه يا استاذ اسلام ان في السكور شيت كان يعني في النهائي كان فرق نقطه واحده، يعني الناس برضه ما تعرفش التفاصيل دي، كان فرق نقطه بين ده البري جادجنج كان فرق نقطه واحده، انما بعد كده فرق اكتر لانه جه ثاني يوم افضل بكثير. الحمد لله. طيب خلينا نتكلم عن الانجاز الثاني، محمد شعبان الحقيقه اللي ياخد عاشر في اول مشاركه ليه، ده برضه وده محمد شعبان احد افراد فريق كوسكواد، يعني برضه انجاز كبير يعني المصري، ان برضه مش الموضوع كان بيج رامي، لا كان في مجموعه اخرى كمان مشاركه، واولهم طبعا شعبان اللي خد المركز العاشر. صح يا استاذ اسلام ولا انا غلطان؟ صحيح، هو شارك مره واحده بس قبل كده في بداياته وما كانش يعني عامل اي مركز متقدم، لكن الحمد لله النهارده هو ظهر بمستوى كويس. اهم حاجه وجوده النهارده هو واخد في التوب 10، وده طبعا انجاز كويس جدا، خلت الناس تشوفه، خلت كل الناس بقت عارفه مين محمد شعبان. الحقيقه انا متنبئ خير جدا لمحمد شعبان السنه الجايه ان شاء الله توب 5 مرتاح باذن الله يعني ان شاء الله. طب ورداني وحسن مصطفى برضو مشاركتهم يعني كانت ايجابيه في البطوله دي كمان يا استاذ اسلام. اي حاجه دي الاولى، دي الاولى لاحمد الورداني والاولى لحسن مصطفى، ووجودهم وسط احسن ابطال في العالم مهمه جدا. النهارده مصر بتشارك باربع ابطال، ده رقم ما حصلش قبل كده، ونتمنى المزيد، نتمنى ان احنا السنه الجايه يبقى عندنا 6 واللي بعديها 8، وبقى عندنا الفرصه، بقت الفرصه متاحه لاي حد الحمد لله من جوه مصر انه يتاهل ويتحرك على بطوله مستر اولمبيا اللي هي اكبر ايفنت او حدث في العالم في هذا المكان. طب استاذ اسلام يمكن في حدث حضرتك نظمته الفتره اللي جايه وده الحدث الاول في التاريخ، وهي كوبرو اللي هي طبعا بطوله المحترفين، اللي هيشارك فيها هنا وهياخد فيها مركز هيطلع على مستر اولمبيا، ودي كانت حاجه مهمه ان كان في لعيبه مصريين كتير ما بيقدروش يسافروا عشان يشاركوا في مستر اولمبيا عشان ياخد بطوله او ياخد ارقام او ياخد درجات. فالنهارده عندنا بطوله جايه على ارض مصر كوبرو، الحقيقه البطوله دي بطوله مهمه جدا، كلمنا عنها يا استاذ اسلام. هو حاجة من اهم الانجازات ان احنا مضينا عقد مع شركه اولمبيا نفسها اللي بره. فعلا. بحيث ان احنا يبقى ليه تواجد في مصر. عندنا بطوله اولمبيا للهواه دي اللي احنا طول عمرنا ما كانش للاسف عندنا طريق هيثم بانه ياهل الناس لبطوله المحترفين، احنا عندنا اتحاد مصري قائم بيشتغل على اتحاد الهواه، لكن عمرنا ما كان عندنا فرصه ان لاعبتنا تتاهل الى مستر اولمبيا غير من خارج مصر. نعم. طبعا القدره الماليه عند معظم شبابنا مش قد كده، فبالتالي مجموعه معينه بيقدروا يسافروا وبيعيشوا في بلاد بره، والباقيين قاعدين في مصر مش قادرين. صح. فاللي احنا عملناه ان احنا مضينا هذا العقد مع اولمبيا بحيث ان احنا نعمل ايفنت شامل اولمبيا، بنسميها اولمبيا الهواء، اللي بيكسب منها ياخد كرة احتراف فيقدر يشارك في المنافسات اللي تبع الاحتراف، وفي نفس الوقت ثاني يوم على طول هي من يوم 26 ل 31 ثاني يوم هتبقى بطوله محترفين، يعني نجيب محترفين كمان من بره
يشاركوا مع محترفين مصر، واللي يكسب عندنا 4 يتأهلوا مباشره لمستر اولمبيا. هايل هايل هايل. طب اكيد في نجوم كتار هيجوا يعني يا استاذ اسلام، اكيد طبعا حدث زي ده زي ما احنا كنا بنروح في كوبرو في الولايات المتحده، فلوريدا واريزونا وغيره وغيره. النهارده احنا عندنا البطوله دي اكيد في نجوم عالميين عملوا ريجستريشن او تسجيل في البطوله، هل ده حصل؟ هل حضرتك متابع مين النجوم اللي جايين؟ الحقيقه في كتير جدا ابدو، يعني اهم حاجه كمان ان احنا عملنا دعايه جيده جدا لمصر في اورلاندو. السفريه دي الناس كلها عارفه خلاص التيم المصري وكلهم حابين يجوا يشاركوا، كتير جدا من المدربين حول العالم جايين مصر، يمكن على راسهم جورج فرح، دانيس جيم، ناس كتيره، المدرب برامي، كذا حد من دول. الابطال لسه ما انتهيناش التسجيل منهم، انما طبعا واضح انه هيبقى في ابطال كتار جايين. احنا تقريبا عندنا عدد المشتركين في اولمبيا اماتشر من اكثر من 22 دوله. ما شاء الله يعني في اللي هي الهواه 22 دوله حتى الان اكدوا مشاركتهم. حتى لعيبه من 22 اكيد دي حاجه جيده، واسمح لنا طبعا كبرنامج الابطال نبقى متواجدين في الحدث ده اكيد ان شاء الله، واكيد هنبقى يعني متابعين ابطالنا، لان الحقيقه انت ده يعني حاجه جيده ان نشوف بطوله زي دي مع المؤسسه اولمبيا تبقى اول مره تقام في مصر، فاكيد يعني اسمح لنا نكون في حدث زي ده ان شاء الله. ده شرف لينا يا كابتن هيثم، وانا عايز اشكرك برضو لان انت دايما الحقيقه بتتكلم عن الرياضات المختلفه وعن ابطالنا المختلفين. كثير من الاعلام ما كانش بيلقي ضوء على ابطالنا، يعني هل حضرتك تعلم مثلا ان احنا فوزنا باربع ميداليات في اولمبيا، في اولمبيا باور ليفت، 4 ابطال مصريين كسبوا ذهب ما شاء الله في اولمبيا باور ليفت. فالحمد لله انه الاعلام النهارده بيتطور وانه بقى بيركز على النماذج اللي احنا عايزين نبرزها للمجتمع. صحيح يا استاذ اسلام، والحقيقه ان شاء الله نتمنى لحضرتك كل التوفيق، وان شاء الله البطوله القادمه كو برو تخرج بشكل جيد لمصر كلها وتبقى حدث عالمي يتابعه العالم كله ان شاء الله زي ما تعودنا باذن الله. ان شاء الله حضرتك تشرفنا اكيد. ان شاء الله استاذ اسلام كرتام طبعا مؤسس فريق كوسكواد لكمال الاجسام، بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى التوفيق طبعا لكل ابطالنا ابطال كمال الاجسام الحقيقه اللي هم مشرفينا واللي حطوا لعبه في حته ثانيه الحقيقه داخل مصر، ولقينا شباب كتير دلوقتي روحوا صالات الحديد والجيم هتلاقوا شباب كتير رجعوا ودخلوا، وده اللي احنا عايزينه، وهو ده الدوله المصريه عايزاه. مش عايزين نبقى مهتمين باخبار الرياضه، عايزين نبقى مهتمين بالرياضه نفسها، ومفيش احسن من ان انت تروح صاله الحديد او الجيم وتمارس رياضه عامه، مش لازم تبقى راجل محترف او توصل لكده، وصلت للاحتراف كان بها ما وصلتش، عندك منابر تقدر تطلع منها للاحتراف.